السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس؟ كلشي بخير اموركم هانيه. مرحبا بكم متتبعين الاوفياء، فيديو جديد في نهار جديد، جمعتكم مباركه. بلا شك انكم عرفتوا اش من نهار هذا فاش تصور هذا الفيديو. في اليوم نهار الجمعه، عيد المسلمين، والله يقبل منا ومنكم من جميع المسلمين صالح الاعمال يا رب العالمين. نبداو الفيديو ديالنا بصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. على بركة الله، كما كتشوفوا معايا الله دخلت تقديت الكسكسو ديالي، الخضيره متنوعه والسميد كما كتشوفوا معايا وشويه ديال التيشان اللبن. المهم راكم عارفين الخضره ديال الكسكسو اللي حنا مولفين دائما في نهار الجمعه. هنايا في المغرب دائما كنوجدوا الكسكسو، الا ما درناش الكسكسو في نهار الجمعه ما كنحسوش بالاجواء ديال يوم الجمعه. سبحان الله ولفنا هاد العادات هادو، وسبحان الله كله والعادات ديالو كله خير وفضار، والحمد لله اللهم لك الحمد، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم كلكم على خير وبخير، مرتاحين في عقولكم وقلوبكم، هذا هو الأهم. تشاهدوه بكل حب بكل فرح، تبارطاجيوه مع الأهل والحباب فضلا منكم ليس أمر. شجعوني بالاشتراكات ديالكم واللايكات الزوينين بحالكم. على بركة الله، بعد ما فورت الكسكسو ديالي ها هو واجد، تبارك الله ما شاء الله. دابا غادي نسقي تبارك الله المرقه، جات خاطره ما شاء الله كما كتشوفوا معايا. هذا طبيصيل ديال التيشا والخضروات، وطبيصيل الاخر كما شفتوا معايا القصيعه راني حطيتها واجده تبارك الله والحمد لله، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. هذه هي غديوتنا، ونتمنى الفيديو ان شاء الله يعجبكم وتبارطاجيوه مع الاهل والحباب فضلا منكم ليس امر. على بركه الله ان شاء الله غادي نشارك معكم بعد ما تغدينا وارتحيت شويه. راكم عارفين الكسكسو كيدير نعاس البنات، شكون اللي كدير القيلوله بعد ما كتغدى ضروري من هاد المساله هادي. دائما الا كلينا الكسكسو اللبن كيدير لينا نعاس، سبحان الله الحمد لله على كل حال. المهم بعد ما ارتحيت كيما قلت لكم درت القيلوله، جيت نشارك معكم واحد الفكره زوينه. غادي نصوب معكم ليديده ديال الثلاجه بهذا التوب اللي كتشوفوا معايا عندي. هذا التوب واجد هكايا مزوق، خديت هاد العيبات هادو غادي نلصقهم ليه وغادي نخيطو، وغتشوفوا معايا النتيجه زوينه لذيذه ديال الثلاجه. بما انه درت كلشي زرق الكوزينه توبات هكا، غتشوفوا معايا اللي حطيت في الثلاجه واللي حطيت في هذا ديال الفريكو ديال الفران. مهم حاولت انني ندير كل شيء في الزرق، توبت هادو البنات اللي كنقول لكم دائما زوينين عمليين، كيهزوا على الطبيله كيهزوا على الفريكو وعلى الثلاجه كذلك كما غتشوفوا معايا. المهم هنا خديت هاد العيبات هادو اللي كيتلصقوا في الحديد كما كتشوفوا معايا، درت معكم هاد تجربه لهاد العيبات هادو كيتلصقوا في الحديد. المهم حيدتهم من الصاك، ما بقاش صالح للاستعمال، وفكرت هاد الفكره هادي علاش ما نديرهمش لهاد الزويف هذا اللي بقى ديال ليديده ديال الثلاجه. المهم فكره زوينه، كنتمنى تعجبكم. كما كتشوفوا معايا كيتلصقوا في الحديد، غادي نديرهم هنا، غادي نثقب هاد البلاصه هادي. ها هي بعد ما ثقبتها غادي نضغط عليهم لانهم فيهم هاد العيبه هادي، ما يحتاجوش انني نخيطهم ولا ندير لهم الكولا ولا شي حاجه، غنضغط على هاد العيبات هادي صافي، ومن بعد غادي نخيط هاد الثوب. خليك ليلي يا غالي ونطير معاك يا لالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا سالي وانطر معك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا ولو ملاك فانا اشتاني في الرسانة، كيف تفكر ولحنانة
للمعيا في وقت الشدة عليا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تايق فيا ولو ضغطي خاف عليا وبلوم سالي البنات جيت نشارك معكم كنوري لكم هاد الزيوف هادو كيهزوا على الثلاجه ولا على اي حاجه فرشنا عليها هاد الزيوف هادو كما كتشوفوا معايا. هاد البلاطو اللي حطيت هنا وفرشت عليه هاد الزيف هذا كيبقى نقي كما كتشوفوا معايا، كتبقى الثلاجه ديالنا نقيه والطبله ولا اي حاجه حطينا عليها هاد الزيوف هادو واخا بساطي نقضيو باللي عندنا. المهم الحاجه تكون زوينه واللون واحد اللي نشوفوا شي حاجه هكا كما كتشوفوا معايا. حاولت انني ندير كل شيء في الزرق والحمد لله فكره زوينه. كنتمنى انكم ديروها ويعجبكم هذا الفيديو تبارطاجيوه مع الاهل والحباب. الله يعطيكم الخير وجمعتكم مباركه، تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين. وغنشارك معكم واحد الفكره اخرى ديال لا كلاص هكا الوليدات اللي مثلا عندها لعيبات بحال هادو اللي غادي نشارك معكم، تستغلها دير فيها لا كلاص هكا ديال مثلا عصير ديال الليمون ولا ديال الشوكولات. المهم فكره زوينه وعمليه كما كتشوفوا معايا. دابا هاد الزيوف هادو اللي حطيت هنايا نقيين هازين على الثلاجه كيمتصوا داك الماء ديال العرق ديال الثلاجه وفي نفس الوقت كيهزوا الوسخ على هاد الحديدات هادو اللي محطوطين في الثلاجه. وهنايا كذلك حطيت اللي شاركت معكم قبيله الرقاقين، الزيوف الرقاق بحال هكا طوالين، وكذلك هذه ديال البريكه حتى هي ديال الكروشي شاركتها معكم زوينه. المهم افكار هكا بساط زوينين الا غادي ديروهم تاخذوا افكار دائما. وشكرا لكم على المشاهده، كنتمنى الفيديو يعجبكم وبارطاجيوه مع الاهل والحباب، والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله. تهلاو لي فرصكم، السلام عليكم. خليك ليلي يا غالي ونطير معك الى ليلي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا غالي ونطير معك الى ليلي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا
في وقت الشدة عدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تايب فيا ولو ضبطي خاف عليا وبلوم